مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مجددا في نشرة أخبار الثالثة من التلفزيون المصري. استقبل المركز الأول لتدريب الفرق القومية بالمعادي جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه فور العودة إلى القاهرة قادمة من طوكيو بعد تتويجي بالميدالية البرونزية. وقد عقدت جيانا فاروق مؤتمرا صحفيا في المركز الأولمبي تحدثت فيه عن مشوارها وما حققته من إنجازات رياضية. جيانا فاروق اتخطت حواجز كتيرة جدا في صعوبات كتيرة، والحمد لله قدرت تتخطاها وقدرنا نوصل للميدالية اللي احنا كنا بنحلم بيها بعد الانجاز العالمي اللي هي عملته 11 ميدالية عالم وافريقيا ومتوسط في اعلى انجازات في تاريخ مصر. ورغم ذلك كل العواقب قدرت تتحدى الظروف اللي كانت بتتحط لها، ولكن هي جيانا بجد تخطت ظروف صعبة جدا. جيانا لاعبة ليها طابع خاص، يعني كأنك بتمرن اي ولد على عالي مستوى عالي من اللياقه البدنيه ومن الاصرار والتحدي. يعني جيانا عمرها ما تقول انا تعبت في التمرين، عمرها ما تقول انا زهقت من التمرين، هي مطيعه جدا. يعني حتى مثلا ما اجي انا بحب اخد نعمل زي ورك شوب مع اللاعب واخد رايه، قلت له كابتن حضرتك اللي بتسوق وانا بسمع الكلام. فطبعا دي حاجه يعني نادرا لما تلاقيها، عشان كده ربنا كرمها وحققت الميداليه.